بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حلقه جديده وقول جديد من كل للناس حسنى على شاشه القناه الثانيه. في هذه الحلقه سوف نتحدث عن البشاره، او ان نستبشر بالخير. والبشاره معناها استجلاب الخير وسماع كل ما يسعد ويفرح الانسان. ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم دائما كان يحثنا وينصحنا بالاستبشار بما هو قادم إن شاء الله، ودائما نتذكر بشروا ولا تنفروا. لدينا الكثير في هذه الحلقة عن تأثير البشارة على النفس البشرية، ماذا عن مواقف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، ماذا عن أيضا مواقف علمائنا الأجلاء الكبار في تأكيد هذا الأمر والبعد تماما عن لحظات اليأس أو عدم الأمل في الغد. دائما نستبشر بالخير بما تطمئن به النفس وتنشرح بها الصدور والقلوب. في هذه الحلقة سعدنا أن يكون معنا فضيلة الشيخ محمد عبد الفتاح خطاب من علماء الأوقاف. أيضا في هذه الحلقة معنا فضيلة الدكتور أحمد الجهيني من علمائه الأجلاء. برحب بحضراتكم معنا. فلنستبشر خيرا يا فندم في البداية، ونرى في أنفسنا إن شاء الله يا رب العالمين، وما نقترحه على السادة المشاهدين وما نقدمه من علم بإذنك يا رب العالمين قد يحول حياة إنسان أمامنا من لحظات يأس إلى استبشار بالخير. فأهلا بحضراتكم معنا. الشيخ محمد، حينما نتحدث عن كلمة البشارة، ما المقصود بها؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. البشارة تأتي بالباء المكسورة وبالباء المضمومة، فنقول بشارة وبشارة. عرفها علماء اللغة أنها الشيء الجميل الحسن، وعرفها علماء الإصطلاح هو تغير في الوجه لخبر صار يسمع. لماذا تغير في الوجه؟ الله تبارك وتعالى يقول وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. أول شيء يظهر عليه الوش هو الوجه، البشرة. البشرة من البشارة من البشرة، تلك كلها مرادفات. أول ما يجيلك خبر حلو تلاقي وشك نور كده، خبر لا قدر الله تلاقي وشك يبان عليه. فعشان كده عرفوها أنه تغير في الوجه لشيء أخبرت به، قد يكون سارا أو قد يكون غير سار. ربنا طبعا يبشرنا بالأخبار دايما السار إن شاء الله. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لسيدنا معاذ حينما أرسل إلى اليمن، يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر. لماذا؟ لأن الإنسان دوما يحب أن تجلب له السعادة، والسعادة تأتي من البشارة. من الممكن أن أنا أوصل الخبر الغير سار بطريقة طيبة، طريقة سلسة. يعني لما نكون مثلا بنبلغ واحد خبر ان والده في ازمة او في ضيق او كده، مش لازم اجيب الخبر خبط لازق كده الحق ابوك مات او ممكن اجيب الخبر بالتدريج، لان الصدمة والمفاجأة ممكن تعمل في الانسان هبوط حاد في الدورة الدموية. ودي من رحمة ربنا انه بيجيب لنا حتى الليل والنهار. سيدنا الدكتور ما بيجيش فجأة، ينسلخ الليل من النهار. او حتى حينما يمرض انسان ويكون بالفعل قد مات، نستطيع ان حتى يعني نقرب هذا الموقف امامه، استبشر خير ان شاء الله يقوم لنا بالسلامه. وهذا، هل هذه كلمات بالفعل شافيه للصدر ومجازه من قبل الله سبحانه وتعالى؟ كلمه البشاره استاذ نيفين ذكرت في القران 54 مره بلفظ البشاره وما يشابهها من مرادفات. للاسف بعض الناس، يعني على سبيل المثال امبارح جالي تليفون بيقول لي ما حكم الدين، ست بتسالني ما حكم الدين. انا راح التعزي في واحده ماتت، والمريضه دي اللي ماتت دي كانت مريضه كانسر ربنا يرحمها. فالست بتعزيها وبتقول لها ان شاء الله ارتاحت. قالت لها وعرفت منين هي ارتاحت؟ هو انت طلعت الغيب؟ هو انت قعدت تديها محاضره؟ ده مفروض انا جايه واسيكي تروحي يعني تقولي الكلام ده يا ستي؟ من باب البشره، من باب التفاؤل. ده حقيقي، ده حقيقي. البلاء موكل بالمنطق. تمام. ما هو فرعون، امراه فرعون قالت قرة عين لي ولك. فقال بل لك انت. لا لك انت يا ست، ما فيش دعوه بيا. فكان ما كان. ده حق. اعتقد هي بدايه طيبه للتعرف على المصطلح وعن المعنى. وكم مره ذكر او ذكرت الاستبشار او البشاره في القران الكريم، ولكن لناتي لانواع البشاره. واعتقد كل هذا تعلمناه من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من خلال مواقفه، من خلال حياته، من خلال سيرته، واهميه هذه البشاره او ان نستبشر دائما بالخير مهما كان الموقف. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال تعالى وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. نعم، اجمع.
فالبشرى هي الرحمة التي في قلب النبي صلى الله عليه وسلم تفيض على العالمين من مسلم وغير مسلم. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر الناس تبسما، فما أجمل أن يبتسم المسلم في وجه الآخر. هذه الابتسامة الطيبة لها مفعول السحر، سحر القلوب. نعم. هذه الابتسامة تفتح حجب القلوب. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال تبسمك في وجه أخيك صدقة، بشارة ولا مش بشارة؟ نعم. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال الكلمة الطيبة صدقة. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا. كان النبي صلى الله عليه وسلم سهلا هينا لينا. نعم. أنس بن مالك خدم النبي صلى الله عليه وسلم كم سنة؟ 10 سنين. نعم. هو الذي قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين وما قال لي لشيء فعلت لما فعلت. نعم. ولا لشيء تركت لما تركت. ما مسست حريرا ولا دباجا ألين من كف رسول الله، وما شممت عطرا ولا رائحة أعظم ولا أعطر من رائحة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني رؤية النبي صلى الله عليه وسلم دائما يقال يعني يا رب يرزقك رؤية النبي، فهي بشارة. نعم. بشارة لا تنتهي بانتهاء العمر. والنبي كان يحمل البشرى غيره. نعم. يعني عندما قبل نبي بني تميم وقال أمشروا بني تميم، فقالوا بشرتنا فأعطنا. نعم. يعني بشرتنا تضحك علينا فأعطنا. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لوفد جاء من اليمن إن بني تميم رفضت البشارة، فأبشروا يا أهل اليمن، فقالوا قبلنا بشارتك يا رسول الله، ففتح الله عليه. نعم. فالبشارة في الكلمة، في الابتسامة، في التعامل، في التعامل، ولا سيما مع الزوجة. نعم. ومع الأولاد ينبغي على الإنسان المؤمن الصالح دائما وأبدا ما يحمل البشارة لزوجه وأبنائه، بل ولجيرانه، بل وفي العمل. ماذا عن بعض الحالات، حالات ضيق الرزق، عدم التوفيق في الكثير من الأمور، وبالتالي تأتي الزوجة كما تعلمت من أمها إن شاء الله خير، استبشر خير، كيف؟ هل أقوم بضرب الأرض لزرع وخروج المال؟ وبالتالي هناك فرق ما بين يعني هذه الحالة، كيف يعني نتسلح؟ حضرتك لمست نقطة مهمة، وحضرتك ذكرتيني بقصة نبي الله إبراهيم. نعم. لما راح لابنه إسماعيل فلم يكن موجودا، وجد امرأة ولد. نعم. إسماعيل، القصة الجميلة اللي احنا قريناها. نعم. زمان، لكنها معبرة جدا. نعم. فكانت امرأة شكاية. نعم. قالت لسنا بخير، وقعدت تذكر ما تعيش فيه من سوء. نعم. وتضجر. وجدها سيدنا إبراهيم ليست بالعون الحقيقي. نعم. يعني وليست صابرة وليست محتسبة ولا. نعم. فقال لها إذا جاءك زوجك فأبلغيه مني السلام وقل له غير عتبة دارك. نعم. فجاء إسماعيل عليه السلام فاشتم رائحة أبي. فقال من هل جاء ضائق؟ قالت نعم كذا كذا، وقال كذا، قال الحقي بأهلك. نعم. ثم جاء بعد فترة من الزمن فتزوج إسماعيل فوجد امرأة صالحة، ونفس فقال الحال. نفس الحال وربما أشد. نعم. فقالت نحن في ساعة وفي خير والحمد. نعم. لله، ماذا تريد؟ هل تريد طعاما؟ هل تريد؟ فقال بارك الله فيك، عندما ثبت عتبة دارك. فالمسألة أستاذة نفين، وإحنا بنقول لكل زوجة، مسألة رضا وقناعة. نعم. هي القناعة لا تبغي بها بدلا، فيها النعيم وفيها راحة البدن. انظر لمن حوى الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن. فالمسألة مسألة رضا وقناعة. أمنا خديجة رضا وقناعة بتولد البشارة يا فندم، الاستبشار ده، هي نفسها البشارة. نعم. لما يلقاها زوجها، لما يجي زوجها كده وهي في حالة يعني اقتصادية لكن مبتسمة، أجمل بشارة، ونحن بخير والحمد، أعظم بشارة. نعم. وتضفي البشارة والسعادة والسرور على البيت من أبناء وزوج. الابتسامة والاحتساب
أعتقد أن في كثير من بعض السلوكيات أو بعض الآداب أو بعض الأخلاقيات ذهبت إلى حد كبير، حتى نشكو الآن من عدم وجود البركة. وبالتالي أعتقد أن القناعة دائما بتشعر القلب بالبشرى وبالاستبشار بما هو قادم، فلنتمسك بهذه العادة وبهذه الصفة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتصف بها. نخرج لفاصل ونعود لحضراتكم لاستكمال هذه الحلقة وهذه الدعوة للبشرى دائما والاستبشار بما هو خير مهما كان الموقف ومهما كان الوضع، استبشروا خيرا. فضلت الشيخ محمد، الحقيقة حينما نتوقف عند كلمة البشرى هناك كثير من التساؤلات. هل هناك أنواع للبشرى؟ هل هناك أنواع للبشرى مطابقة للحال الذي أنا فيه والذي غيري فيه؟ قد نرى في بعض الأحيان بعض المواقف مؤسفة قد ليس فيها ذرة من الأمل، ولكن ندخل بهذه التعليم الإسلامية الراقية المحبة للإنسانية ونرى أنفسنا نردد هذه الكلمة استبشروا خيرا، أبشروا إن شاء الله خيرا. ماذا عن هذه الأنواع؟ بداية البشير هو حسن الوجه، كلمة البشير يعني اللي بيجيلك بالبشرة ده حسن الوجه. نعم. لذلك ربنا أطلقه سبحانه وتعالى على سيدنا النبي عليه الصلاة إن والسلام. أرسلناك بالحق بشيرا. نعم. فليس هناك أحسن ولا أملح ولا أنظر ولا أجمل وجها من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان كده ربنا سماه البشير. نعم. البشارة لابد أن نستشعرها في أنفسنا أولا. ربنا بيقول إيه في القرآن في سورة الفرقان؟ نعم. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. نعم. بشرا مع رحمته. بين يدي رحمته يعني كل شيء في الأول والآخر بإيد ربنا، لكن هناك من يستقبل هذا على أنه بشرا. نعم. ومن يستقبل هذا على أنه غير بشرا. بشرا الإمام عاصم قرأها كذا بشرا. نعم. ابن عامر قرأها نشرا. نعم. غيرهم قرأوها نشرا لهم أهل سما. نعم. ثم قرأها حمزة والكسائي وخلف العاشر نشرا. ماذا عن هذا الاختلاف أو هذا التنوع؟ نعم. كل قراءة لها توجيه. حتى لا نطيل على السادة المشاهدين، كلها تدور حول الخير الرحمة المنفعة. ونشرا الأخيرة اللي هي الحمزة والكسائي وخلف العاشر. أي نشر الماء من السماء للخير. لذلك 1954 في قرية تدعى الشريعة بين مكة والطائف، والراجل كان عنده بنتين ومجوزهم، وزوجته بخصوص ان الزوجه دايما يعني دايما لزوجها بشرى والعكس بالعكس، حق. قالت له ما تروح تشوف البنتين بقالنا فتره ما شفناهمش. قال لها طيب بكره ان شاء الله. بكره راح للبنت الاولى، كيف حالك مع زوجك؟ قالت بخير حال والحمد لله. وكيف زوجك معك؟ الحمد لله رب العالمين. وكيف الحياه؟ قالت ان زوجي صاحب زرع بذر البذر، ومنتظر ان ربنا يبعت البشرة من السماء اللي هي نشرا اللي قرأناها الاخيرة. نعم. دي عشان السماء تمطر والزرع يطلع. فقال اللهم اسقيها الغيث، اللهم اسق الارض الغيث. ثم بات ليلته هذه وذهب في اليوم الثاني الى البنت الاخرى. المسافة بين البنتين يمكن 2-3 كيلو. فذهب للبنت الثانية، كيف حالك مع زوجك؟ الحمد لله والعكس الحمد لله. طيب جوزك عامل ايه؟ قالت ان زوجي صاحب شراك بيعمل الله زي القلل دلوقتي والاواني الفخاريه. وهو عمل القلل والاواني الفخاريه ومستني انها تنشف، منتظر. فادعوا الله الا تمطر السماء. الراجل بقى في حيره يعمل ايه، مش عارف يدعي. هو دعا للاولى هيدعي للثانيه ازاي؟ خد بعضه وراح لمراته فقالت له عملت ايه؟ قال لها بصي هي سنة سودة على واحدة من الاثنين. نعم. مطرت او ما مطرتش. نعم. روى لها هذه الحكايه. نعم روى القصه وقالت وقال لها سنة سودة باللفظ كده على واحدة. نعم. من الاثنين. فضحكت وقالت له هذه الآية. نعم. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. فقالت له هندعي ربنا سبحانه وتعالى بالآية بتاعت سورة النور. أيوة. يصيب به من يشاء. نعم. ويصرفه عن من يشاء. من يشاء. فدعت تلك الزوجة الصالحة فأمطرت الأولى فصار الزرع كبيرا وعاليا ولم تمطر الثانية بفضل الله تبارك وتعالى. سبحانه. استبشرت من قول المولى تبارك وتعالى. نعم. بشرا بين يدي رحمته. نعم. تلك رحمة الله التي تتنزل مع البشرى. نرى طبعا قصة رائعة، وواضح أن هنا العملية القلبية أو الإيمان القلبي الحقيقي صاحب اليقين الأقوى. نعم. في قدرة الله سبحانه. نعم. وتعالى. نعم. يعني حينما نغل عملنا والاستبشار حتى مهما. نعم. كان الوضع سيء أو مهما كان الموقف صعب. نأتي لقصة البشرى وهي بمعناها التفاؤل. نعم. وبالتالي تنفر وهي أيضا التشاؤم.
ماذا عن تأثير البشرة؟ هل هي بالفعل طاقة إيجابية لابد ان احنا بفعل نتحلى بها؟ ماذا عن هذه الطاقة التي يعني اعطانا الله سبحانه وتعالى من قبل نبي ومن قبل كل هذه الأحوال، وهنعرف كمان يعني حالات او احوال علمائنا في مثل هذا الامر؟ هو سبحان الله الناس بتلجأ لصاحب البشرة. نعم، يعني تحب الناس تروح للناس المتفائلة أو صاحب، عندما يصاب بابتلاء أو مشكلة يلجأ إلى صاحب البشرة. نعم، وصاحب البشرة الأول هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، كما حكى فضل الشيخ القصة. ويمكن ذكرني بقصة مع النبي صلى الله عليه وسلم نفس شخصه، أن رجل والنبي يخطع من المنبر، دخل رجل وقطع الخطبة على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أدركنا يا رسول الله، أغثنا يا رسول الله، هلك الحرص والنسل، فيش مية، الأرض هتموت. يعني فصاحب البشرة هو النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. فالسقف كان أستاذ أمين من جريد وسعف، فكانت السماء باينة، مش سقف من زي دلوقتي أسمنت وفانشو، لا، كان الصحابة بيقولوا شايفين الشمس مالية الدنيا. فرفع النبي أقفض وأخذ يدعو الله عز وجل، بيقول فجاءت سحابة من وراء جبل اسمه سلع، وسحابة أخرى وسحابة أخرى، وانعقد السحاب وهطل المطر حتى ابتلت لحية النبي صلى الله عليه وسلم. شفت صاحب البشرة صلى الله عليه وسلم؟ الجمعة اللي بعدها يأتي نفس الرجل أو رجل آخر، أدركنا يا رسول الله، أغثنا يا رسول الله، هلك الحرص والناس بكثرة المية. سبحان الله، بكثرة الماء. هنا بقى جمال النبي وعظمة النبي صلى الله عليه وسلم وإعجاز النبي اللي ربنا جعله له صلى الله عليه وسلم. الصحابة بيقولوا إيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حوالينا ولا علينا، على الضرام والأكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. خد بال حضرتك بقى من دي. الصحابة يقولوا إيه؟ فما أشار النبي إلى مكان في السماء إلا وانفرج بإذن الله. أي بشرة. فينبغي على المسلم ولا سيما الداعية ولا سيما الإنسان الصالح أن يحمل البشرة لكل من حوله. كانت هذه هي أحوال من كان يعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نعيش وهو فينا الآن صلى الله الحمد لله رب العالمين. ولكن نرقى أكثر وأكثر من علمائنا أمثال حضراتكم، كيف ندرب أنفسنا على الشعور بالبشرة؟ ولكن هعود سريعا وهرجع لحضرتك مرة أخرى أيضا، لأن أنا هعود لهذه الكلمة، أن علمائنا لديهم أيضا بعض الأقوال تضعنا في مثل هذا التدريب. ماذا عن أهم ما قيل في هذا الأمر يا فندم؟ احنا هنذكر قصة عشان يبقى الكلام من الواقع. الدكتورة عبلة الكحلاوي عليها رحمة الله، زوجها قبل ما يموت بتقول كان مريض جدا وعانى معاناة شديدة جدا قبل ما يموت، وبعدين توفاه الله، وبتقول كنت بسجد في كل ليلة وادعي ربنا ان اعرف هو مصيره فين، لانه تعب قوي في اخر حياته. هي كانت عايزه تعرف اما الانسان بيمرض جامد قبل ما يموت دي علامه وحشه ولا علامه حلوه. تقول فصليت في هذه الليله ونمت على السجاده، نمت على السجاده وهي بتصلي. تقول فرايت هناك ممر كبير جدا، وانت رهات شمال وانت رهات يمين، وراجل صالح جالس على اليمين، وفي اخر الممر رايت سيدنا الشيخ الشعراوي قاعد وماسك شهاده تقدير بيضه مش مكتوب فيها حاجه. فذهبت فأعطاها الشهادة، فقالت أين تجلس؟ قال أجلس على باب قصر زوجك. فقامت من النوم على التليفون، قامت من النوم لقيت التليفون بيرن حقيقي في الواقع، في الواقع بيرن في الواقع. هي قامت فعلا، قامت فعلا من النوم هذه الحكاية لي فعلا. اتصلت بها رحمة الله عليها الحاجة ياسمين الخيام. اتصلت بها قالت لها الشيخ الشعراوي عايزك. بالفعل توجهت للشيخ الشعراوي وقالت له انا شفت حضرتك في المنام، في المنام. قال لها انا عارف، انا عارف كل حاجه، يعني لازم اجيبك المشوار ده يعني. فقالت له يا سيدنا يعني، فقال ان الله تبارك وتعالى يقول في الحديث القدسي ما معناه انه لا يلقى عبد الله، اي انسان مش هيلاقي ربنا الا وقد يوفيه حقه من فقد في ولده او نقص في ماله او مرض في صحته، حتى اذا بقي عليه شيء شدد عليه في سكرات الموت حتى يلقى الله ولا ذنب عليه. هنا الشاهد
سيدنا الشيخ الشعراوي ايه اللي عرفه الموضوع ده؟ قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يرى للمبصرين وأجنحة تطير بغير ريش إلى ملكوت رب العالمين. تأكدت هذه البشارة. نعم. تأكدت هذه البشارة. نهاية لقائنا يعني كيف ندرب أنفسنا في هذا الأمر من أولادنا وكيف نكون قدوة، لكن لدينا دقيقة كيف ننجزها؟ لأن يعني على كل إنسان، لا أخص الدعية فقط، كل إنسان مسلم صالح أن يحمل الخير للناس ويحمل، وذلك بالابتسامة والكلمة الطيبة، وهذه البشرى بالقول الصالح والفعل الصالح، وأنه يحمل رسالة الإسلام السمحة في بشرى في كلمته الطيبة، وليعلم أن في هذا الأجر والمثوبة له في الدنيا والآخرة. أسأل الله أن يجعلنا صادقين مخلصين في أقوالنا وأفعالنا، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أمين يا رب العالمين. يعني نرجو من الله سبحانه وتعالى أن نكون قد استفدنا يعني ونحن في المقام الأول مع حضراتكم في هذا الأمر الاستبشار، يعني نعتقد يقينا كمان من خلال إيماننا بالله سبحانه وتعالى ومن خلال إيماننا بهذه الشريعة وهذا الدين السمح تحمل لنا الكثير من الخيرات والاستبشار، وكل بقدر، من رضي بقدري أعطيته على قدري. إن شاء الله يا رب العالمين نكون عند هذا القدر بإذنك يا رب. مشاهدينا نرجو من الله أن وفقنا في تقديم هذه الحلقة والحديث عن البشارة وأهمية الاستبشار بخير إن شاء الله، أبشروا إن شاء الله بكل الخير قادم بإذنك يا رب العالمين. كان معنا في هذا اللقاء فضيلة الدكتور أحمد الجهيني من علماء الأوقاف، أشكرك فضل وجودك معنا. كان معنا أيضا في هذا اللقاء فضيلة الدكتور محمد عبد الفتاح خطاب من علماء الأوقاف الأجلة، أشكرك فضل. شكرا لحضرتك، جزاكم الله خيرا إن شاء الله، فلنستبشر خيرا ونراكم في الأسبوع القادم إن شاء الله رب العالمين، حلقة جديدة وقضية جديدة وقول جديد في قول للناس حسنا على شاشة القناة الثانية التلفزيون المصري. لكم تحياتي، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.